زي ما كنا نعمل root locus في الـ continuous domain بقدر اعمل root locus في الـ z domain وبقدر اشوف السيستم انه انت بصير stable وانت unstable. ناخذ مثال من second order system. راح اخذ هذا السيستم هذا نفس تبع الـ dead time بس بدون dead time طبعا. denominator راح اخذ هون او حتى هو الـ float 1 3 9. هاي هذا هون second order system system continuous التسعة. طبعا لاحظوا هذا السيستم انترستنج انه هذا السيستم لو رسمت له الروت لوكس لا يمكن يصير انستيبل. مفهوم؟ عندي تو بولز ببدا بتو بولز اظن هو اصلا ببدا هذا اندر دام وبتحرك البولز لفوق. مظبوط؟ فلو رسمت الروت لوكس هلا لهذا هذا السيستم شو ما كانت قيمة كي لو حطيته هذا يعني لو مسكت الاوبن لوب سيستم وحطيته في كلوز لوب وحطيت له كي وبديت اغير الكي عمره هذا السيستم ما بصير انستيبل. مش هيك؟ بيبدا اندر دامت وبضل اندر دامت بس بزيد الاوفر شوت بشكل كبير. لكن لو اجيت الان هذا السيستم حطيت له الان سامبلينج تايم يساوي مثلا 0.1 اوف سكند وحولته لديجيتال سيستم واخذ سيس ديجيتال يساوي continuous to discrete sys continuous ts وطبعا هذه هو مفهوم انه zero order hold عندي بالسيستم. حول لي اياه هذا للسيستم جديد. لاحظوا هذا ايش له كم بول وزيرو له؟ له 2 بولز و1 زيرو. مضبوط؟ هي زيرو هون في حين هذاك ايش كان له؟ 2 بول. هلا لو رسمنا الروت لوكس وعلى فكره فكره الروت لوكس بتشبه لما يكون عندي 1 زيرو و2 بولز راح يطلع بيشبه الشكل اللي بنرسم في الاس بلين مش ل 2 بولز ل 2 بولز 1 0. هلا لو عملت لهذا السيستم روت لوكس بقدر اعمل بنفس الطريقه روت لوكس لهذا السيستم سيستم ديجيتال نرسم هون لان لو طلعنا هذا السيستم اذا بتطلعوا بتشوفوا مباشره في عندي يونت سيركل مرسومه هي اليونت سيركل فمعناها البولز رح يبدوا يتحركوا الان. البولز بدوا من هون، احنا لو نقدر نعمل زوم عليها، خلينا نشوف نعمل زوم. بقدر اعمل زوم من هون. اوكي، إذا بتطلعوا رح تشوفوا هي واضحة هلا هاي هي اليونت سيركل اللي احنا حكينا عنها، هي باي على 2. باي على تي عفوا. الفريكونسي او الانجل وهاي كلها السيركل هون في داخلها سيجما اقل من 1 فاذا البول اذا الروت لوكس ضل في داخل هاي فعنها السيستم ستيبل في اللحظه اللي بخرج منها من الدائره عند النقطه هاي السيستم صار انستيبل فلاحظوا هون هي التو بولز حركنا بالتو بولز بهذا الشكل قطعنا الخط عند النقطه هاي وطبعا السامبلينج تايم راح ياثر لو حيرت السامبلينج تايم ورديت رسمتها مره ثانيه راح تطلع معي بلوت مختلف من هون هذول الخطوط هو الكونستنت اظن زيتا زي ما كنا نقدر نرسم خطوط زيتا هناك موجوده هي الزيرو الاوبن لوب زيرو فزي عندي بالاس دومين راح يتحركوا التو بولز بهذا الشكل دائره بعدين واحد منهم راح يروح على هذا الزيرو والثاني راح يروح على الزيرو بالانفينيتي الزيرو الثاني اللي بالانفينيتي فهذه هو مثال على رسم الروت لوكس لديجيتال ديسكريت سيستم وبقدر اعمل عليه بنفس الطريقه بقدر اطلع الفاليو اللي بيطلع عنده ايش بتكون قيمه كي اللي موجوده عنده اللي بخلي السيستم انستيبل الى